ايه يا عماد؟ اتخضيت ولا ايه؟ ما تتكلم معايا وانت جاي تسكت؟ اصل انا بصراحة يعني انا دي اول مرة في حياتي اخرج مع بنت. لا ما تقولش كده. لا بجد والله العظيم مش بكدب. طيب ما تحلفش، باين عليك اصلا. يعني ايه باين عليا؟ مساء الخير يا فندم. ولا حاجة. مساء. ادرك شوية يا فندم. تشرب ايه يا عماد؟ اي حاجة. ماشي، هم عندهم حاجات كتير حلوة، عندهم هوت شوكليت، موكا، كابتشينو، وعندهم بقى حاجات ساقعة، في حاجات كتير. تاخد ايه؟ في شاي بلبن؟ ايوه. انا عايز سكر زيادة. تمام يا فندم. حضرتك يا فندم؟ جيب لي كابتشينو لو سمحت. تمام يا فندم. شكرا. ها قول لي بقى يا عماد، احكي لي اي حاجة عن نفسك يعني. قول ايه؟ اي حاجة يعني، عايش مع مين؟ عندك اخوات ولا لا؟ انا عايش مع بابا وماما ومعنديش اخوات خالص. على فكرة يا عماد، ذوقك في اللبس بيعجبني جدا. بجد؟ اه والله، حلوة قوي البدلة دي، شكلها سينيه. نوعها ايه دي؟ لا انا البدل دي بفصلها عندي ترزي صاحب بابا من زمان، وكل اول شهر بديله دفعة. كل اول شهر؟ اه. يعني بتدفعها بالتقسيط؟ اه. وكنت قلت لي باين ان عربيتك دي مش عربيتك صح؟ اه. عربية ابن خالتك باين؟ اه انا باخدها منه كل ما يسافر القاهرة عشان شغل، عشان هو مش بيحب يسافر القاهرة بالعربية. اصله قال لي قبل كده ان القاهرة غير اسكندرية خالص، زحمة بقى ومواصلات فيها صعبة. عارفة؟ انا عمري في حياتي ما طلعت بره اسكندرية. هو ابن خالتك بيشتغل ايه؟ مهندس بترول. حلو. هو ايه اللي حلو؟ لا ولا حاجة. المكان حلو؟ اه جميل جدا. جميل جدا. متشكر. سايب لبن جه؟ شوف بقى بسرعة على يبرد. حاضر. أنا وصلت. عارف يا عماد؟ أنا حاسة إن أنا وأنت هنبقى أصحاب قوي. يا ريت. طب ما تقول لي بقى يا عماد، ابن خالتك راجع إمتى؟ هو قال لي بكرة إن شاء الله. هايل. هو إيه اللي هايل؟ لا يعني انا حاسه ان انت بتحبه وقريب منك قوي، فانا يهمني ان انا اعرف الناس اللي انت بتحبهم واللي قريبين منك. والله يا سامي ده زي اخويا، وانت لما تشوفيه هتحبيه قوي قوي. من غير ما اشوفه والله هحبه. ايه لا عايز اشرب البتاع ده. حلو الشاي بلبن. جميل جميل. الف هنا وشفا. خدي الله يخليك.